تحية النساجون الشرقيون وماذا نرى هذا السهم الذي ما زال يتداول في دعم مستويات 16 جنيه لحد مستويات 17 جنيه ونص وما زلنا ننتظر الاقتراب من المستويات دي قبل البحث عن الهدف بالنسبة لنا اللي هو عند مستويات ال 35 جنيه لو نزلنا على فريم صغير وقلنا نروح على فريم الخمس دقايق ونشوف حركة الهبوط هنلاقي ان احنا كان عندنا ضلع تصحيح مكتمل ونزل بينا من عند المستويات دي يعني احنا عملنا هبوط وصعدنا على شكل اي بي سي وما زلنا بننتظر هبوط آخر ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. طيب أنا عندي إمتى أقول إن السهم خلاص وبقى على ترند صاعد؟ لو السهم صعد فوق المستويات دي اللي هي مستويات الـ 26 جنيه واستقر في منها بقوة هقول إن السهم صعد بقوة لكن حتى الآن ما زلت أنتظر إيه؟ ما زلت أنتظر الضلع بنفس طول هذا الضلع من المستويات اللي هبطنا منها دي هنلاقي نفسنا قريبين جدا من مستويات ال 17 جنيه طيب امتى اقول كمان ان السهم خلاص بقى قريب جدا من الصعود لو السهم صعد في منطقة الانعكاس دي اللي هي مستويات ال 23 جنيه و 30 افش وقوة هقول ان السهم خلاص اتحول على ترند صعد وصعد ولكن اتوقع ان احنا نعمل قاع جديد ما قبل تكملة الاتجاه الصعد يعني اتوقع ان احنا نعمل قاع جديد تحت مستويات ال 20 جنيه وممكن اخر موجه تيجي منقطعه ولكن الهدف بالنسبه لي الاول ان انا استقر في مستوى ال 23 وبعد كده يكون الهدف الثاني بالنسبة لي مستوى 26 جنيه ونص استقرار منها وبعد كده أبحث عن الهدف بالنسبة لي اللي هو مستويات 35 جنيه وقمة جديدة لهذا السعر اللي قد نذهب كمان بعيدا عن مستويات 35 جنيه ولكن الأهم العودة والاستقرار فوق مستويات 23 جنيه و30 قرش ولكن حاليا نتوقع إيه؟ نتوقع هبوط طفيف ما قبل تكملة الاتجاه الصعب. لو رحنا على فيلم دقيقة هنلاقي أيضا أيضا ما زالت النظرة سلبية. اعتقد حتى الان مفيش فيش بوادر انعكاس اعتقد ان احنا نعمل قاع جديد ما قبل العوده مره اخرى لا تقلق من السام خصوصا ان احنا لسه لينا اهداف سعوديه كبيره جدا طيب امتى لا من السام ده خصوصا لو قصرت مناطق العنق دي تحت منها ليه ستة 16 جنيه وده مستبعد خصوصا ان احنا مازال عندنا زخم شوي قوي وما زلنا نبحث عن اهداف سعوديه كبيره ولكن لو جينا شويه بالزمن رحنا على فريم مثلا اربع ساعات احنا عندنا موجه ثالثه مكتمله بدات معانا من المستويات دي المفروض ان احنا بنصحح كل هذا الصوت تمام فلو صححت كل هذا الصوت الاقي نفسي ان انا ممكن ابتد من مستويات ال 38 فيبو اللي عندي مستويات 16 جنيه ونص عشان كده انا بقول بلاش نستعجل في الشراء وننتظر لما نستقر فوق مستوى 23 جنيه و30 افش وبالتالي هنبحث عن هدف جديد لكن لو انت بتستثمر كل ما نقرب من مستوى 16 جنيه الى مستوى 17 جنيه هيكون فرصه شرائيه على المدى الطويل وبالتوفيق